ما ذكر أن مجرمون مطلوبون من محافظات مجاورة لمحافظة كركوك يلجؤون إلى كركوك اختباء من المطاردة. ما الذي يجعل من كركوك ملاذا آمنا لهؤلاء وما يسهل عملية دخولهم وعدم المتابعة والمطاردة؟ اليوم الحالة الاستقرار الاقتصادي والأمني والعمراني في محافظة كركوك يجعلهم يلجأ إلى كثير من المحافظات، وهناك بعض الجهات السياسية تتحجج بالمواد الدستورية بأن المواطن العراقي يستطيع أن يعيش في أي محافظة كانت. نعم، نحن أيضا نقول هذا، ولكن أنا أقول هناك مواد دستورية تعمل أو تشير على حفاظ أمن واستقرار المحافظة وحفاظ على ممتلكات المواطنين وحفاظ على أرواح المواطنين في كركوك. الملف الأمني في كركوك يحتاج إلى إعادة النظر وإناطة المسؤولية، وخصوصا في موضوع الاستخبارات إلى أصحاب ذوي كفاءة في هذا الموضوع، لأن اليوم التضرر الوحيد هو المواطن الكركوكلي، سواء كان بأرواحهم أو كانت ممتلكاتهم. لهذا نحن في جبهة التركمانية العراقية نشدد على إعادة النظر في الملف الأمني، وندعو سيد رئيس الوزراء إلى زيارة المحافظة، لا سيما هناك كأصبح سنوات وعلى شكل حكومات متعاقبة لم تزر المحافظة كركوك على مستوى رئيس الوزراء.